يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل على تشابتر 10 اللي هو بلشنا إحنا بموضوع النون كارنت لايابيليتيز وحكينا عن البوندز. اليوم بدي أكمل عنهم الحل تبعهم، نتعلم كيف نعمل القيود، كيف نفهم شو سعر البوندز، كيف لما أبيعه، كيف لما نسده، هذا كله بدنا نحكي فيه عن البوندز. هلأ إحنا المرة الفيديو الماضي شرحنا البارت النظري من المادة وشرحنا إيش البوندز، وحكينا إنه البوندز لما نبيعهم أو نصدرهم في ثلاث حالات. يا إما أنت بتصدرهم على الفيس فاليو، يعني بتبيعهم على قد قيمتهم، أو أنت بتبيعهم أقل من قيمتهم بلو فيس فاليو، فكأنك عم تعمل ديسكاونت، أو أعلى من قيمة السند أبوف فيس فاليو، فكأنك صار بصير عندك إشي اسمه بريميوم، يعني أخذت إشي أعلى من قيمة الفيس فاليو. ليش بصير هذا الحكي؟ هلأ إحنا حكينا إنه في ستيتد ريت، في انترست ريت، انترست ريت اللي هي نسبة الفائدة اللي أنا بحددها، هاي بنحكي عنها ستيتد أو كونتراكتشوال، كونتراكتشوال انترست ريت. هلأ الشركات الثانية برضو بحطوا فوائد على السندات، يعني أنا شركة بصدر سندات وحاطة فوائد اللي أنا النسبة اللي أنا بدي إياها. طب الشركات الثانية ما هي نفس الإشي بتعمل، ففي عنا برضو ماركت انترست ريت اللي هي الريت اللي موجودة بالسوق بالشركات الثانية. هلأ لو نفرض إنه أنا نسبتي 10%، يعني أنا اللي بيجي يشتري من عندي سندات بوعده أني أضل أدفع له فائدة بقيمة 10%، والماركت انترست ريت برضو 10%، يعني إحنا التنين قد بعض. فأنت مدام أنت فائدتك قد فائدة السوق، يعني أنت ما في ميزة عم تعطيها للعميل عن بقية الشركات، بس هو نقى يجي لعندك، فمعناته منبيع at face value، يعني بتبيع السندات على قد قيمتهم بالسوق، فبكون السعر خلينا نحكي 100%. احنا حكينا السعر تبعهم بنحط كنسبة من الفيس فاليو، فإذا أنت نسبة فائدتك قد نسبة فائدة الشركات اللي بالسوق بتبيع السند على قد قيمته بالضبط، يعني سعره بده يكون 100% من الفيس فاليو. طيب ممكن أنا العكس، يعني أنا فائدتي أسوأ شوي من اللي بالسوق، يعني أنا 8% السوق 10%، يعني الشركات الثانية بتعطي للمستثمرين فائدة أحسن مني، والمستثمر إجا عندي ما بقدر أبيعه السند على الفيس فاليو ولا أبيعه أعلى من الفيس فاليو، لأنه أنت بالعكس أنت رح تعطيه فائدة أقل. فأنت هون شو رح تعمل؟ رح تعمل له ديسكاونت، رح نعمل له خصم، فهون رح نبيع بلو فيس فاليو، بلو يعني تحت، فمعناته بصير عندنا حالة الديسكاونت. فمثلا حكينا at face value 100%، فرضا هون بتبيع 95%، يعني سعرك بيكون أقل من الفيس فاليو. هذا طبعا رح نحل عليهم، هاي يعني رح تفهمهم أكتر مع الحل. فإذا إمتى بنعمل ديسكاونت أو منبيع أقل من سعر السند الأصلي؟ لما نسبة فائدتي تكون أقل من نسبة فائدة السوق. مرات بيكون العكس، مرات بيكون فائدتي أحسن من السوق، يعني أنا ممكن أكون 12% والسوق 10%، أنا فائدتي أحسن، يعني أنا في عندي ميزة أني رح أدفع للعميل 12% فوائد، فبالمقابل شو بطلع لي؟ بطلع لي أني أبيع السند أعلى من قيمته، يعني أعلى من الفيس فاليو، فهنا منبيع أبوف فيس فاليو، منسميها بريميوم. فمثلا إذا الفيس فاليو حكينا هو 100%، بتقدر هون تبيع مثلا 104% من الفيس فاليو. هاي الحالات ليش بصير عندي السعر at face value أو below face value أو above face value؟ بناء على الانترست ريت اللي أنت حطيتها والماركت انترست ريت اللي هم السوق شو محددين فوائد. رح نبلش فيهم واحدة واحدة. نبلش بالأول أسهل واحدة اللي هي الفيس فاليو. الفيس فاليو أنا عم ببيع على قيمة السند، وإحنا حكينا معروف إنه الفيس فاليو للسند الواحد $1,000، فبنمشي دائما على هذا الأساس. فخلينا نحط هنا issuing
bonds إصدار سندات at face value. Issuing bonds at face value. طيب خلينا نحكي for example on 1/1/2017 X company issues يعني أصدرت, إصدار يعني بيع, issues $100,000 5-year 10% bonds at 100. بدنا الانتري, شو رح تسجل هاي الشركة قد بواحد واحد 2017 شركة اكس اصدرت او باعت سندات قيمتهم $100,000. يعني بيكونوا مجموعة من السندات مش سند واحد, يعني احنا حكينا السند الواحد 1000, هدول بيكونوا عدد من السندات قيمتهم $100,000 مدتهم 5 سنين فائدتهم 10% at 100. هاد السعر, هذا البرايس. احنا حكينا البرايس منعبر عنه بالبوندز كنسبة من الفيس فاليو, فهاي المية معناتها 100%. دايما لما يكون السعر عندك بالبوندز نعرف انه هو نسبة 100% من ايش؟ 100% من الفيس فاليو. فمعناتك انت رح تبيع سنداتك على قد قيمتهم, قيمتهم 100,000 او الفيس فاليو 100,000, بتبيعهم 100,000 لا اقل ولا اعلى. طيب شو بنيجي بنعمل هلا؟ انا هاي ال 100,000 رح استلمها كاش, يعني المستثمر رح يجي يدفع لي مصاري, وبالمقابل انا بدي اسجل على حالي التزام طويل اجل انه انا بعد 5 سنين رح ارجع له هاي ال 100,000. الفوائد هلا ما منجيب سيرتهم, احنا هون بدنا القيد لما انت بعت السندات, لسه ما صار اي اشي على الفوائد. فمنسجل قيد debit cash credit bonds payable, اسمها bonds payable. قديش القيمة بما انه 100%؟ 100,000. رح احط 100,000 هون عشان تبين 100,000. كيف طلعنا السعر؟ 100% ضرب 100,000 يعني السعر كامل, القيمة كاملة 100%, فبتطلع نفسها. حطيت على حالي التزام, التزام طويل أجل, هذا liabilities أو non-current liabilities بتزيد بالكريدت, وزدت الكاش بال100,000 لأني استلمته. طيب هلأ الشركة المفروض بدها تدفع فوائد. خلينا نحكي إنه الفوائد نحكي إنه الانترست تندفع سنوية annually. بدي أحط هون interest is paid annually. ايش يعني annually؟ يعني سنوية بتندفع. يعني اذا انت طلعت له السندات بواحد واحد 2017 لازم بواحد واحد 2018 تدفع له 10% من 100,000 يعني 10,000, وبواحد واحد 2019 ترجع تدفع له كمان 10,000, بواحد واحد 2020 ترجع تدفع له كمان 10,000 لحد ما يخلصوا الخمس سنين. بس يخلصوا الخمس سنين بترجع له 100,000. هلأ الانترست زيها كيف الانترست اللي أخذناها بالنوت, نفس الفكرة إنه أنت الانترست ما بتجيب سيرتها إلا لما تندفع. بس إذا صدف إنك عملت قوائم مالية قبل ما تدفع الفوائد لازم تسجل هاي الفوائد بقيود تسوية, لأنه أنت ما بتكون سجلتها بالقيد اليومية تبع البوندز. فبدنا ننتبه إذا في قيد تسوية أو ما في. هلأ إذا بتندفع سنوي معناته أنا لازم أدفع له بواحد واحد 2018. أوكي؟ تكمل لنفس هذا السؤال, بقولنا إنه الشركة عم بتحضر قوائم مالية بواحد 31/12, فأعطينا قيد التسوية. بدنا الأدجستنج إنتري, يعني أنا من غير ما أرجع أكتب تفاصيل المثال, بدنا الأدجستنج إنتري بواحد 31/12/2017. لساتنا بنفس السنة, يعني لسه ما إجا واحد واحد اللي بدي أدفع فيه الانترست.
الادجستنج انتري بيكون بخص الفوائد فقط، البوندز ما بنعملها ادجستنج انتري. ايش بنعمل؟ زي ما كنا نعملها بالنوت، بدنا نحسب الفترة اللي مرقت من لما انت طلعت السندات لحد تاريخ قيد التسوية. هلا اذا بنحسبه هو بيطلع سنة كاملة، يعني 1 year، لانه احنا بعناهم ب 1/1/2017، قيد التسوية ب 31/12/2017، مرقت سنة. فمعناته الفائدة رح تكون عبارة عن 100,000 ضرب 10%، الفيس فاليو تبع البوندز ضرب 10%. ليش ما منكمل زي النوت ضرب الأشهر على 12؟ أنها سنة 1 year، يعني عم بندفع annually. مدام annually خلص، ما هي نسبة الفائدة سنوية، بضرب فيها بطلع معنا 10,000. بدنا نسجلها بقيد تسوية، نفس قيد التسوية تبع الانترست لما عملناه عن النوت بيبل. بنعتبر الانترست مصروف وبحطها على حالي التزام، لاني انا لسه ما رح ادفعها اليوم، رح ادفعها بكرة اللي هو تاني يوم. فمنيجي منسجل قيد التسوية دبت انترست اكسبنس، المصروف بنحط بالدبت دائما، كريدت انترست بيبل، التزام بنحط بالكريدت 10,000 10,000. ليه عملنا هذا القيد؟ حتى يطلع عندي بالقوائم المالية انه انا في علي فائدة لسه التزام، وهي أنا معتبريتها مصروف بقيمة 10,000 10,000. هذا بيروح على قائمة الدخل، هذا بيروح على قائمة الميزانية. طيب إجا 1/1 اللي هو تاني يوم، 1/1/2018، شو منسجل قيد؟ بدي أدفع الفوائد. أنا لسه ما رح أدفع بوندز، لأنه البوندز إمتى بتندفع؟ حكينا بس يخلصوا الخمس سنين. بس أنت كل سنة أنت مجبر أنك تدفع الانترست، كل سنة بدي أدفع الانترست. فإيش بطلع عنا هنا انترست؟ أو شو القيد اللي بدي أسجله لدفع الفائدة؟ نحكي debit interest payable، بلغي هذا الالتزام اللي علي بقيد التسوية، لأنه أنا كنت حاطة على حالي التزام بقيمة 10,000 هنا دفعته، فبلغي، عكست إشارته. credit منحطها كاش 10,000، debit interest payable credit cash 10,000 10,000. تمام. هلأ مرات بتكون الفائدة بتندفع سيمي annually، يعني كل 6 شهور، فلما نيجي نحسبها مش بس بضرب بعشرة بالمية، بضرب بستة على 12 عشان نحسب الست أشهر. فبنا ننتبه للسؤال شو بيحكي لنا، هل بقولنا إنه الفائدة بتندفع سنوي ولا نصف سنوي، سيمي انيولي اسمها؟ ننتبه حسب السؤال. طيب هاي في حالة كانت at face value. نشوف إذا كانت discount أو premium. زي ما حكينا قبل شوي ليش بصير عندي discount أو premium. طيب لو على نفس المثال تبعنا، بس X company اللي هلأ حكينا عنها أصدرت السندات، أو سنداتنا كانت اللي أصدرتهم 100,000 دولار، برضو 5 years 10% bonds at 98 على 98. حكينا هذا السعر بيكون كنسبة، يعني 98%. شو بنعمل؟ ناخد الفيس فاليو وبضربها في 98%، سوري 98%، بطلع معنا 98,000. هلأ مدام انت عم بتبيع اقل من 100% واقل من الفيس فاليو، معناتك انت في عندك حالة الديسكاونت. هلأ لما نيجي نسجل قيد البيع، منسجل دبت نفس القيد اللي سجلناه قبل شوي، دبت كاش وكريدت بوندز بيبل. قدي القيمة بسجلها؟ 98,000 98,000، علما بأنه قيمة السندات قديش؟ 100,000. بس هلا ننتبه لشغلة، أنه أنت مع أنك أخذت 98,000 من العميل، بس أنت هاي الألفين أنت خصمتهم.
فبس يخلصوا الخمس سنين قدي رح تدفع لترجع للعميل؟ رح ترجع له 100,000 للمستثمر، ما بترجع له 98، يعني رح تدفع 2000 فوق ال 98,000 اللي انت استلمتهم منه، عشان هيك بنحكي عنها ديسكاونت. فبصفي انت رح تتكلف اكتر، اوكي اخذت 98,000 بس لما تيجي تسدهم رح تزيد عليهم لحد ما توصل الفيس فاليو. هاي حالة الديسكاونت. في عنا إشي بنحكي عنه cost of borrowing، تكلفة الاقتراض. هاي بنسألكم عنها، بنقولك احسب ال cost of borrowing للبوند، يعني قديش إصدار هذا السند كلفك كتكلفة. طب على مثالنا هاد شو بيكلفني إصدار هذا السند؟ رح يكلفني الفائدة اللي أنا رح أدفعها سنوية كل سنة، مش رح ندفع 10% كل سنة، هاي رح تكلفك. معناته أنا كل سنة رح أدفع 10,000، رح يكلفني 50,000 بلس إنك لما تيجي تدفع للعميل ترجع له مصاري، رح تدفع له 2000 فوق المبلغ اللي هو أعطاك إياه عشان تقدر ترجع له 100,000. فالكوست أوف بوروينج هون على مثالنا هاد رح يكون عبارة أول إشي عن الانترست، اللي هي رح تكون 100,000، خلينا نرجع نحسبها، ضرب 10% تساوي 10,000، والعشر تلاف رح تدفعهم على مدى 5 سنين، فرح أضربها في 5، فمعناته رح نتكلف 50,000 فوائد. رح تدفع 50,000 فوائد، إضافة زيد عليها الديسكاونت، الخصم اللي انت خصمته، لانك لما ترجع تسد الدين تبع السند رح تدفعه. الديسكاونت بيكون الفرق بين المبلغ اللي انت استلمته من العميل وبين الفيس فاليو. فهون عنا 100,000 ناقص 98,000 عنا 2000، معناته قديش الكوست اوف بوروينج؟ 52,000. 50,000 زائد 2000، السند او اصدار هذا السند او تكلفة الاقتراض عن طريق السندات كلفتك 52,000 دولار. اوكي، خلينا نيجي على البريميوم، نشوف حالة البريميوم على نفس مثالنا هذا اللي هون، بس بدل at 98 بدي احط at 102. ايش يعني آت 102؟ يعني السعر عبارة عن 102% من الفيس فاليو، يعني انت بايع فوق 100%، معناته القيمة اللي رح تكون بايعها اعلى من قيمة الفيس فاليو تبعت السندات. لما نيجي نحسبها رح نحكي 100,000 ضرب 102%، رح يطلع معنا 102,000 قيمة السندات. 100,000 انت استلمت عنهم 102,000، هاي 2000 الزيادة بنسميها بريميوم. هاي حالة البريميوم. القيد بيضل زي ما هو، ديبت كاش كريدت بوندز بيابل، بس المبلغ شو بيكون؟ 102,000. هلأ هون عكس الديسكاونت، انت رح تستفيد لما يخلصوا الخمس سنين، انت رح ترجع للعميل 100,000 بس، فال2000 اللي انت اخذتها زيادة منه للمستثمر هاي بتضلها لإلك، عكس الديسكاونت. الديسكاونت الخصم رح ترجع تسده، البريميوم المبلغ اللي اخذته اضافة على الفيس فاليو بضل موجود عندك لإلك يعني. فلو بدي احسب الكوست اوف بوروينج رح تكون الانترست اللي هي 50,000 نفس الاشي، بس منطرح منها البريميوم، لانه البريميوم انت ما رح تدفعه، فكأنه خفف عليك ناقص البريميوم. نطرح الـ2000 هون، الديسكاونت بتضيفه على الانترست، يعني بتضيفه على التكلفة، البريميوم بتخفض فيه تكلفتك، لانه البريميوم انت رح يضل لك ما رح ترجعه للعميل. فمعناته التوتال كوست اوف بوروينج هون عنا اياه 48,000، هذا التوتال كوست اوف بوروينج 48,000.
هيك شرحنا عن البوندز كيف لما نصدرهم at face value, below face value, above face value, وكيف لما يكون في عندنا discount و premium كيف نحسب ال cost of borrowing. بدنا نشرح هلا كيف لما أسد البوندز منسميها bond redemption أو retirement of bonds أو redeem of bonds, يعني التخلص من السندات. كيف لما نيجي نسدهم, يعني على مثالنا هاد لما يخلصوا الخمس سنين كيف بدنا نسد. فبدنا نحكي على البوند ريدمشن, التخلص او سداد السندات. عندنا حالتين للبوند ريدمشن, انك انت تتخلص من السندات at maturity date, يعني انت ما تسد السند الا لما يجي تاريخ الاستحقاق تبعه بالضبط. الحالة الثانية انك انت تسده قبل تاريخ الاستحقاق, before maturity, يعني بنكون لساتنا ما وصلنا للماتوريتي ديت. هلا الات ماتوريتي سهلة جدا, البيفور ماتوريتي اللي شوي ممكن نحسها مختلفة او يعني بدنا نركز عليها اكثر. هلا ات ماتوريتي ديت رح استنى يخلصوا الخمس سنين على مثالنا وارجع للعميل المبلغ تبعه. خلصوا الخمس سنين وبدي أرجع له قديش حكينا, 100,000, سواء ديسكاونت أو بريميوم أو فيس فاليو, بدك ترجع له 100,000 لأنه هاي هي قيمة السندات. أنت دايما بتسد للعميل الفيس فاليو تبع السند حتى لو هو دافع لك أقل أو أعلى. هلأ هون بدي أسد التزامي وبدي أدفعهم كاش, فرح نعكس القيد اللي عملناه أول إشي. رح يكون القيد عنا إياه debit bonds payable, بلغي التزامي بالدبت, وكريدت كاش لأني دفعتهم كاش خفضناه 100,000 زي ما حكيت لكم, بغض النظر كان ديسكاونت بريميوم أو فيس فاليو بتسدل له قيمة الفيس فاليو. هذا آت ماتشوريتي ديت, خلص بسد المبلغ زي ما هو. نيجي على حالة البيفور ماتشوريتي, رح أحط مثال حتى نفهم إيش البيفور ماتشوريتي وبشرح لكم شو اللي بصير فيها. هين نحط مثال على before maturity date لنفس الشركة بس بدنا نوضح أكتر حتى نقدر نحل. طيب لنفترض إنه الشركة نفسها اللي هلأ حكينا عنها X company has sold its bonds at premium, كانت بايعة سنداتها على premium يعني أعلى من الفيس فاليو. At the end of the fourth period, بنهاية السنة الرابعة, X company redeems تخلصت يعني أو سدت. سلام تاني. أوكي. X company redeems these bonds at 103 اللي هي 103%. After paying the interest, بعد ما دفعت الفائدة للعميل. يعني العميل ما بده مني interest, احنا دافعين الانترست. تمام. After paying the annual interest, هي خلينا اضيف annual هون, the annual interest, بعد ما دفعنا الفائدة السنوية. assume that, نفترض the carrying value, وهلأ رح أشرح شو carrying value. the carrying value القيمة المحمولة للسند. The carrying value of the bonds
at redemption date is 100,476 دولار. 100,476 دولار. بدنا الانتري اللي رح يتسجل لما سدينا السندات تاعتنا. بدنا نفهم شغلة، خليني أرجع نقرأ السؤال مرة تانية. حكينا شركة X كانت بايعة سنداتها على بريميوم. السندات اللي حكينا عنهم قبل شوي اللي هو قيمته، رح أحطه هون، قيمته 100,000 إذا منتذكر، مدته 5 سنين، فائدته 10%، نفسهم كاينة هي بايعتهم على بريميوم. بنهاية السنة الرابعة، يعني أنا لسه ما خلص الماتشوريتي، إحنا الماتشوريتي إمتى بيجي أو ما إجا الماتشوريتي، بيجي بعد ما يخلصوا 5 سنين. قررت الشركة بنهاية السنة الرابعة إنها بدها تسد هاي السندات بعد ما دفعنا الفائدة، يعني ما في علي انترست. هلأ على قديش بدها تسدهم؟ بدها تسدهم على 103، يعني بدها تدفعهم على سعر 103%. لما نسد قبل الماتشوريتي ديت بدنا نشوف قديش السعر اللي أنا بدي أسد عليه. كاتب لنا إشي إضافي، نفترض إنه الكارينج فاليو تاعت البوندز بتاريخ السداد كانت 100,476. إيش يعني الكارينج فاليو؟ هلأ إحنا أخذنا قبل إشي اسمه بوك فاليو. البوك فاليو كتير شبيه بالكارينج فاليو، يعني القيمة الدفترية أو القيمة المحمولة للسند. يعني أنت عندك بالدفاتر قديش مسجل قيمة البوندز. ليش هيك بصير عنا؟ هلأ احنا ما بندخل بهذا التشابتر بكل تفاصيل البوندز لانه شوي هي ادفانسد اكتر، بناخدها بمواد تانية. بس هلا انت لما تبيع على بريميوم او ديسكاونت، مش احنا منبيع اقل او اعلى، فرضا زي المثال تبعنا هون على بريميوم انا بايعة، لنفترض انه انا بعت على سعر 104,000 فرضا، مثال انا عم بحكي، اوكي. هلأ بعد 5 سنين حكينا قديش انت لازم، هذا الحكي اللي هو بواحد واحد، بعد 5 سنين لازم ارجعهم 100,000. يعني انت بدك تنزل هذا المبلغ وتدفع 100,000. طب هلأ عندك بالدفاتر ما بزبط انه اسجل اول ما انا بعت 104,000 واجي وقت الدفع اسجل اني انا دفعت 100,000. طب الاربعة هاي وين راحت؟ يعني ما انت اصلا حساب البوندز بيبل عندك تسجل على 104,000. فالمفروض الشركة بتعمل إشي اسمه amortization للبوندز، bond amortization، إني أنا كل سنة، يعني هذا بالسنة الأولى، أوكي، هذا خليني أحطه بالسنة الأولى، السنة الثانية بنزل هذا المبلغ شوي، السنة الثالثة برجع بنزله، السنة الرابعة بنزله، السنة الخامسة لازم توصل قيمته ل100,000. هلأ بغض النظر عن تفاصيل إني أنا كيف بخفض القيمة مش مطلوبة منا، بس هذا اللي بنعمله اسمه amortization، إله قانون، يعني إله قانون معين إنه أنت كل سنة بتنزل من قيمة البيع اللي أنت بعته لحد ما توصل للفيس فاليو، عشان لما نيجي نعمل القيد بيكون حساب البوندز قيمته قد الفيس فاليو اللي أنت بدك تدفعها. هلأ إذا كان ديسكاونت العكس، بدنا نضلنا نزيد القيمة. يعني لو أنا بايعة على 98 زي قبل شوي، العكس بصير أزيد بالسنة الثانية، بزيد بالثالثة وبالرابعة، الخامسة منوصل ل100,000. فأنت الأمورتايزيشن بنعمله بالبريميوم وبالديسكاونت، بس بالفيس فاليو ما في داعي نعمل إشي لأنه أنت بايع على قد قيمة الفيس فاليو. هلأ القيم اللي هون بنوصلها زي ما حكيت لكم ما بدي أدخل بالتفاصيل لأنه مش مطلوب منا، هاي هي الكارينج فاليو. يعني أنت قديش مسجل البوندز عندك بها السنة الثانية، قديش سجلتها بالسنة الثالثة، قديش سجلتها بالسنة الرابعة، حساب البوندز بيبل، حساب البوندز بيبل قديش أنت مسجل قيمته. بهذا مثالنا بما أنك أنت واصل للسنة الرابعة وقررت تدفع، بقولك أنه أنت بالسنة الرابعة كان البوندز بيبل الكارينج فاليو تبعيته 100,476،
فسجل لنا القيد اللي بدك تسجله لما اجيت تدفع. هلأ أنا لما أجي أدفع بدي ألغي الالتزام اللي علي، فإحنا حكينا قبل شو بنعمل؟ بنحكي دبت بوندز بيبل، بلغي الالتزام. هلأ بقديش منلغي؟ منلغي بالكارينج فاليو تبعته هاي، فرح ألغي بمئة ألف وأربعمية وستة وسبعين، لأنه هاي القيمة اللي أنت مسجلها عندك بالدفاتر، فبتلغي التزامك بمئة ألف وأربعمية وستة وسبعين. هلأ رح أترك شوي فراغ، رح أحط بالكريدت كاش. الكاش كيف ننسده؟ هلأ هو هيو حكي لك X company redeems these bonds at 103، يعني سد السندات على قيمة 103% من الفيس فاليو اللي هي 100 ألف. فمئة ألف ضرب 103% بتطلع عنا 103 ألف. هلأ صار هنا شو عندك؟ انت الالتزام تبعك بسوى 100,476، بس انت رحت دفعت 103,000، فانت في مبلغ انت خسرته، يعني انت دافع اكتر من التزامك. لما تدفع اكتر من التزامك بنعتبر انه صار في عندك خسارة، بنسميها loss on bond redemption، خسارة نتيجة التخلص من السندات. اللوسز دائما وين بنحطهم؟ بالدبت. فبالدبت رح احط loss on bond redemption. قديش قيمة هذا اللوس؟ الفرق بين المبلغ اللي انت دفعته والفرق بين المبلغ اللي انت دفعته والالتزام. فمية وثلاث آلاف ناقص 100,476 رح يطلع معنا 2,524. خلينا نحطه هون 2,524، هاي الخسارة. كيف طلعناها؟ الفرق بين هاي وهاي. رح أرجع أعيد، بتلغي التزامك بقيمة الكارينج فاليو. الكارينج فاليو السؤال لازم يكون معطيكم إياها، لأنه أنتوا مش مطلوب منكم تعملوا أمورتايزيشن، فالسؤال رح يكون حكي لكم قديش قيمة الكارينج فاليو. بنلغي التزامنا فيها لأنها هاي القيمة اللي إحنا مسجينها بالدفاتر. والكاش بتحطه بالكريدت لأنه أنت رح تدفع كاش. بقديش؟ بالسعر اللي هو معطيك إياه بالسؤال اللي انت دفعت عليه. برضو السعر السؤال رح يقولك انت على قديش دفعت. اذا انت دافع اكتر من التزامك زي هاي الحالة، بتحط loss on bond redemption بالدبت، بتكون بالفرق بينهم. اذا انت دافع اقل، وهلأ رح اعطيكم مثال على اقل، بتحطها gain، gain on bond redemption، والgain بتكون بالكريدت. هلأ بدي احط مثال على الgain، خلينا نمحي نشوف مثال تاني على هذا الموضوع نفسه. أوكي، حكينا لو نحكي for example X company issued أصدرت 500,000 دولار 10 year bonds at discount. أصدرنا سندات الفيس فاليو تاعتهم 500,000، مدتهم 10 سنين على discount أصدرتهم. prior to maturity، قبل تاريخ الاستحقاق. prior يعني قبل. prior to maturity the carrying value of the bonds was 496,000. ال carrying value قيمتهم عندك بالدفاتر 496,000. The company redeems، تخلصت من هاي السندات. redeems the bonds at 98. بدنا الانتري، تخلصت من السندات على سعر 98. حكينا اول اشي بنعمله بنلغي التزامنا بالكارينج فاليو. رح نيجي نحكي دبت
bonds payable قديش ال carrying value هيها بالسؤال؟ 496,000. السداد بده يكون كاش. خلينا نترك شوي الجين أو اللوس، رح أحط كريدت كاش. قديش إحنا دافعين؟ هي بقولنا redeems the bonds at 98، يعني 98% من 500,000. فكأنه بنحكي هون 500,000 ضرب 98% بيطلع معنا الكاش اللي رح ندفعه 490,000. يعني انت التزامك كان 496,000، بس انت قديش دفعت؟ 490,000. يعني انت دافع اقل من التزامك، فانت ربحان. مدام ربح بنحط gain، الgain بنحط بالكريدت. فبالكريدت رح اجي احط gain on bond redemption. قديش قيمة الجين بتكون؟ الفرق بين هدول بتكون 6,000. هاي حالة إذا كانت جين، مش زي قبل شوي لما كانت لوس. هيك البوند إحنا خلصناهم. هلأ بيضل عنا اللونج تيرم نوت بيبل. بقدر أخلصها بهذا الفيديو، بس أنزلها فيديو لحال حتى يعني تكونوا أنتم ميزين الفيديوز اللي عم تحضروهم، ما رح تاخد منا وقت. بشرحها بفيديو تاني، وبتكون آخر إشي بتشابتر 10. فإحنا هيك خلصنا كل إشي بتعلق في البوندز. أهم إشي نعرف البارت النظري تبع البوندز، شو هم، شو أهميتهم، شو بيفرقوا عن الأسهم، نعرف سعرهم، نعرف الإصدار كيف، at face value أو discount أو premium كيف نعمل قيودهم، والredemption of bonds برضو كيف نعمل قيوده بالحالتين at maturity أو before maturity. يلا يعطيكم العافية.